بستوريهات على انستغرام كشفت حنين ان الفريق اللي كانت ضمنه سابقا واللي كان متكون من حنين ونور وايمو قد تفكك، والسبب الرئيسي كان عدم اتفاقهم مع بعض. فشو رايكم بهذا الفريق؟ اما شادن فعم بتحضر لأغنية خاصة بها باسم شو صعبة، واللي رح ينزل قريبا جدا، فكم نسبة حماسكم لأغنية شادن الجديدة؟ اما عصومي وليد فطمأنوا المتابعين باخر فيديو على قناتهم على يوتيوب على حالة ابوهم خالد مقداد الصحية، وكشفوا انه في تحسن ملحوظ، وكذبوا كتير من الاشاعات اللي طلعت بالسوشيال ميديا مؤخرا عن صحة ابوهم. عبد الله من سعودي ريبورترز اطل على متابعينه من خلال صورة نزلها على انستغرام ليطمنهم على حالته الصحية، وعلق بي: اهلا معاكم الحاج عبد الله، لبسوني اللي فوق راسي عشان شعري منكوش، الله يشفيك ويعافيك يا عبد الله، دعواتكم. من بعد غياب من على مواقع التواصل الاجتماعي، نزلت سارة اخت اصالة مجموعة من الصور الرمضانية على حسابها على انستغرام، واللي نالت اعجاب المتابعين وبشدة. فشو رأيكم بهالصور؟ اما ياسو تي في فأجابت على متابعة سألتها: ليش ما تحكينا عن شو بيصير معك بحياتك وامورك الشخصية؟ واجابت ياسو بي: مو اذا انا بالسوشيال ميديا معناها لازم احكي كل شي من حياتي، انت قلتيها امور شخصية، يعني امور خاصة فيني، بحب تضل خاصة فيني، وما بحق لأي حدا يتدخل بخصوصيتي، وشكرا. فشو رأيكم باجابة ياسو؟ اما هيلا تي في فتخطت حاجز ال 2 مليون متابع على انستغرام، فهذه تعتبر الفرحة الثانية من بعد توثيق حسابها، فشاركت مجموعة من الصور وعلقت بي: كيف عم تقضوا وقتكم برمضان؟ اما سيدرا بيوتي ومن بعد غياب دام عدة اشهر من على يوتيوب، شاركت مبارحة فيديو جديد كان مع شيرين، وكان تحدي تبادل الادوار ليوم كامل. اما نارين بيوتي فاختفت من على انستغرام، والظاهر انها عم بتحضر لمفاجأة جديدة بخصوص لون شعرها، فقبل فترة طلب منها المتابعين تلوين شعرها باللون الوردي، فهل برأيكم انه نارين قبلت التحدي؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات.